بالنسبة اللي بيسأل أو بتسأل في محاضرة بكرة، هو إيه اللي يمنع إن في محاضرة بكرة يعني؟ وعشان في فورمات في النهار محاضرة بالليل أصلا. إجابة أيوة، في محاضرة بكرة. طيب بيقول محاضرات النهاردة معانا في الفورماتيف؟ أيوة هي معاك في الفورماتيف، ده إحنا محاضرات بكرة هنحطها في الفورماتيف بتاع الأسبوع اللي بعده. المحاضرة خلصت؟ لا، ده الجزء التاني هنبدأ فيه دلوقتي. فبكرة الامتحان زي امتحان قاعدتهم على هيئة سلايد وإحنا نحل في ورقة خارجية. أيوة بالظبط كده، مظبوط يا بسمة. نبدأ في محاضرتنا النهاردة أو الجزء التاني يعني من محاضرة النهاردة، هو ديفيجن بي هيمتحن نفس محاضرات يوم الخميس. اه بالظبط نفس المحاضرات. المحاضره دي في الكتاب؟ ايوه في الكتاب، بس في بعض السلايد. كل المحاضرات في الكتاب يا جماعه. هي المحاضره الجزء بتاع النهارده بالذات في كده كان ما كانش متظبط، في بعض السلايد ما كانتش موجوده وبالتالي انا ضفتها، ماشي. لكن بعد كده كل المحاضرات هي الموجوده في الكتاب عندكم بتاع الهاند اوت. طيب تعالوا نبدأ بعد كده نكمل بقى في البروتين كيمستري. الفورماتيف كله ام سي كيو. ايوه الفورماتيف كله ام سي كيو. طيب يا دكتور عشان بكرة احنا هنسافر ممكن نكون في القطر وما نقدرش نحضر المحاضرة، عشان كده نسأل عن المحاضرة. اه ما طيب انا مش مشكلتي، انت هتسافري. هو انت حضرتك الاثنين بكره المفروض هتخلصوا ان شاء الله على الساعه بالكتير واحده، هتسافري من واحده لسته مش هتوصلي البيت؟ طيب عامه برضو لو ما عرفتيش تحضري اسمعي الريكورد مفيش مشكله، مفيش حاجه في الكتاب بعد الدرايفد بروتين، خلاص هي موجوده معاكم البي دي اف بتاعها، ممكن تلقاها قدام على فكرة، ممكن تلقاها قدام في الشابتر نفسه مش ورا. الاستراكشر اورجانيزيشن اوف بروتين يا جماعة، في عندنا زي ما قلنا البروتين نفسه بيبقى ليه كذا ليفل. الليفل الاولاني اللي هو البرايمري استراكشر، البرايمري استراكشر اللي هو لسه الصورة اللي هو شايفينه في الصورة دي كده في السلايد دي، عبارة عن حاجة واحدة بس، او يعني عبارة عن ليفل واحد اللي هو تلقاه في لينير سيكونس زي ما موجود عندكم في السلايد دي كده. بيقول لك يعني ايه برايمري ستراكشر؟ يعني هو لينير سيكونس اوف ذا امينو اسيد بتمسك ببعض ببيبتايد بوند في البوليبيبتايد تشين، والبوند الوحيده المسؤوله عن برايمري ستراكشر هي البيبتايد بوند، عشان كده بسميها برايمري بوند. طيب امال ايه هو السكندري ستراكشر؟ السكندري ستراكشر ده بيبقى فيه فولدنج كل شويه بالبوليبيبتايد تشين بتاعه البروتينز، وبمسكها بالهيدروجين بوند والاذر بوند برضو اللي هي السكندري بوند اللي هي مسؤوله عن السكندري والترشر والكوترنا ليفل بتاع البروتين ستراكشر، سواء كان دايسلفايد او هيدروفوبيك او ايونيك بوند. طيب بالنسبه لانواع السكندري ستراكشر، في عندنا الفا هيليكس، والالفا هيليكس ده زي ما انتم شايفين لو الهيدروجين بوند اتكونت ما بين البيبتايد بوند بتاع نفس البوليبيبتايد تشين فيديك شكل حلزوني على هيئه هيليكس، ده نوع من نوع انواع السكندري ستراكشر. بينما النوع الثاني تلقى عامل اسمه بيتا بليتد شيت. يعني ايه بليتد شيت؟ لو الهيدروجين بوند اتكونت ما بين البيبتايد بوند اللي موجوده في ديفرنت بوليبيبتايد تشين تبقى عامله زي الالواح كده بيسموها شيت، فده الاكزامبل او الفورمه الثانيه بتاعت السكندري ستراكشر. طيب يبقى خدنا البرايمري ده اللي هو الامينو اسيد مرتبطين ببعض بالبيبتايد بوند ومفروض البروتين فيها. السكندري ستراكشر ممكن يبقى حلزوني هيليكس او الواح اللي هو بيتا بليتد شيت، وده بيبقى فيه سكندري بوند هي المسؤوله عن تثبيت الاستراكشر ده، وكل القصه انه حصل له فولدنج شويه عن البرايمري ستراكشر. ازود الفولدنج اكتر يديني الليفل اللي بعد اللي هو التيرشري ستراكشر، ده بيديني 3 دايمنشنال ليفل، وموجود عندكم الرسمه اهي ان في مور فولدنج بقى في واللي بيثبت لي التيرشري ستراكشر السكندري بوند اللي احنا قلناها اللي هو الهيدروجين دايسلفايد والالكتروستاتيك او الايونيك بوند. نيجي بعد كده للليفل الرابع والاخير للبروتين ستراكشر اللي هو يبقى اكثر فولدنج ويبقى فولدد كده على هيئه سب يونتس، فاسمه الكواترنري ستراكشر. لدرجه ان البوليبيبتايد تشين نفسها تتكلكع كده على بعضها تحصل لها فولدنج وتعمل لي سب يونت، وبوليبيبتايد تشين تاني من البروتين تعمل لي سب يونت تانيه ويرتبطوا ببعض.
فيبقوا يظهروا لي على كذا وحده زي الانسولين، بيبقى عباره عن 2 بوليبيبتايد سب يونت. طيب هل لو حصل مشاكل الهضم دي بيديني امراض؟ اشهرها مرض الالزهايمر، واعتقد خدته كيس عليها. الالزهايمر ديت بيبقى في مشكله، بيبقى في ميس فولدنج في بعض، في بروتين معين في المخ بتاع الانسان اسمه بيتا امايلويد، فده المفروض نورمالي موجود على هيئه الفا هيليكس. ممكن يحصل ميس فولدنج ويتحول الى بيتا بليتد شيت، في الحاله دي بيدينا الالزهايمر ديزيز اللي هو بينسى الشخص ده. وفي ابو بروتين اسمه ابو لايب بروتين اي، هو اللي بيحفز حدوث الميس فولدنج. خلاص ده اول مرض بيحصل نتيجه للبروتين ميس فولدنج. في مرض تاني اللي هو البرايون. البرايون ده تلقى عباره عن قطع بروتين كده من بتبقى مش وحشه، مش باثوجينيك طالما هي موجوده في الالفا فورم، في الالفا هيليكس فورم. لكن امتى تبقى باثوجينيك؟ بقى لما تتقلب او يحصل لها ميس فولدنج للبيتا بليتد شيت. فالبروتين دي بتبقى موجوده نورمالي في البرين، اول ما يحصل لها ميس فولدد الى بيتا بليتد شيت تبدا تبقى حاجه مش كويسه. مشكله البراينز دي ما بتتكسرش بالانزيم زي البروتيز، وبتستحمل الحراره، فبالتالي هي ممكن ان احنا نبقى انفكتد بيها. هي بتروح تجري على السي ان اس وتبدا تاكل في الجري ماتر بتاعتها، وتبدا تعمل لي حاجه اسمها سبونج فورم تشينجز وفاكوليشن كده في المخ. تلقى المخ بتاع الشخص ده ماله متفرغ، في متاكل نتيجة للبراينز دي. طيب هو بينتقل لنا من الحيوانات، لانه بيسيب الحيوانات وبعد كده يجي لنا ترانسميتد، وبيسموه عشان بيخلوه للمخ زي السفنجة كده. لو شفتوا شكل السفنجة نفسها حتى في الكرتون تلقى فيها حفر كده في النص. فالمخ بتاع الشخص المصاب بيبقى، احنا في سلايد 10 يا سارة، المخ بتاع الشخص المصاب بيبقى عامل زي كأنه زي السفنجة بالظبط، وعشان هو بينتقل لنا وبيأفكت البرين فاسمه ترانسميسابل سبونج فورم انكيفالوباس. ترانسميسابل يعني ينتقل، سبونج فورم يعني زي السفنجه، انكيفالوباس يعني بيأثر على المخ. في الانسان بيعمل امراض وفي الحيوانات بيعمل امراض. في الانسان بيعمل لي اسمه كروديتس فيلد جاكوب ديزيز، وبيعمل لي كورو ديزيز اللي هو الناس اللي بتحب تاكل المخ بتاع الحاجات الميته، الحيوانات الميته، بيصاب بهذا المرض اسمه كورو ديزيز. في الحيوانات بيبقى اسمه سكرابي وبوفاين سبونج فورم انكيفالوباسي او مرض جنون البقر. السكرابي ده بيبقى يصيب الشيب او زي المعزه مثلا، لكن التاني بيصيب الماشيه زي الجاموس مثلا. تمام، الخلاصه ان انا عايزكم تعرفوا بس الخلاصه، الزهايمر ده نتيجه حصل ميس فولدنج في البيتا امايلويد بروتين، بدل ما كان الفا هيليكس اتحول لبيتا بليتد شيت، وانه اللي بيحفز هذا الميس فولدنج الابو لايف بروتين اي فول ستوب. بالنسبه للبرايم ديتد ديزيز ديت بيبقى نفس الحكايه برضو، بتبقى انفكتد امتى؟ لما بدل ما كانت الفا، لو هي الفا هيليكس البرايمز دي قطع بروتين مش انفكشوس، اول ما تتحول الى من الفا هيليكس لبيتا بليتد شيت تبقى ايه انفكشوس، وبتاثر على المخ مينلي بتاع الانسان والحيوانات. في الانسان بتسبب لي امراض زي الكروتز فيلد جاكوب ديزيز والكورو، وفي الحيوانات تعمل لي مرض جنون البقر اللي هو السكرابي والبوفاين سبونج فور انكيفالوباس. مش هتحفظوها، لان لو جات لكم ام سي كيو هتجيكم بالمنظر ده، ايه الامراض اللي بتسببها البراين ده ولا ده، يعني الكروتز فيلد ولا الكورو ولا سكرابي ولا اول اوف ذا بوكس، هتبقى اول اوف ذا بوكس. اللي بيحصل في الالزهايمر ايه لازم تكون عارفينه كويس، ماشي؟ لكن البراين كده نعرف اسماء بس. السلايد رقم 11 ملغية من عليكم، اللي هي البروتين ديجراديشن مش عايزها خالص. البلازما بروتينز بقى، البلازما بروتين اللي في سلايد رقم 12 مهمة. البلازما بروتين ديت بتتصنع معظمها من الليفر، لأن الجاما جلوبولين. البلازما بروتينز يا جماعة اللي هم مين؟ ألبومين والألفا بيتا والجاما جلوبولين. الجاما جلوبولين بيصنعها نوع من خلايا المناعة اسمها بلازما سيل، لكن باقي البلازما بروتين بيصنعها الكبد. البوليت التانية دي مش عايزكم تعرفوها، عايزكم تعرفوا البوليت التالتة، اللي ان كل بلازما بروتين له عمر افتراضي او هاف لايف، زي الالبوم بيعيش 3 اسابيع تقريبا او 23 يوم. ممكن يتغير العمر الافتراضي ده في امراض معينة فيكسر، يعني زي مرض اسمه الكرونز ده بيصيب الامعاء او القولون، وتلقى الشخص ده على طول عنده اسهال ويفقد بروتين بتاعه في الاسهال بتاعه، فتلقى الالبوم بتاعه ما بيعيش غير يوم وبعد كده يتكسر.
وبرده بعض البروتينات البلازما بروتينز دي بيتغير الليفل بتاعها في حالات الالتهابات الحاده او الاكيوت انفلاماتوري كونديشن، فبتبقى دلالات كده بتقول ان في التهاب حاد في الجسم بيسموها اكيوت فيز رياكتنت، ودي بتشمل حاجات كتيره سواء الالفا 1 انتي تريبسين او الالفا 1 اسيد جلايكوبروتين او الفايبرينوجين او الهابتوجلوبين او السي ار بي اللي هو سي رياكتيف بروتين، يمكن اشهرها من ده كله اللي هو السي ار بي ده، وده وجدوه بروتين كمان بيتفاعل مع البوليساكرايد بارت بتاع خلايا بتاع بكتيريا بتصيب الرئه اسمها نيموكوكاي فسموه سي ار بي، يعني سي رياكتيف بروتين رياكتيف لايه؟ للكربوهيدرات بارت بتاع النيموكوكاي. اكزامبل بلازما بروتين البري البومين او ترانس سيرتين، وده المسؤول عن نقل التي 3 والتي 4 والريتينول او الفيتامين اي، ومش لازم تعرفوا الليفل بتاعه. المثال الثاني الالبومين الليفل بتاعه مهم من 3.5 ل 5 جرام بر دي لتر، وده اكتر بروتين موجود في الدم، عشان كده الام سي كيو جالكم الموست ابوندنت بروتين المفروض تكون بعد الحكايه ديت، يعني بعد السلايد دي تكونوا عارفينها. اكتر بروتين غني في الجسم بيصنعه الليفر هو الالبومين، اهميته بيحفظ الاسموتيك بريشر بتاع الدم او بتاع البلازما. سيبكم من البوليت الثانيه والثالثه. الجلوبولين الفا وبيتا وجاما جلوبولين، النورمال ليفل بتاع الجلوبولين زي يا جماعه من 2.5 ل 3 جرام بر ديسيليتر، جرام وليس ملي جرام نركز. ولو قسمنا الالبومين على الجلوبولين بيديني البومين جلوبولين ريشيو، طبعا الالبومين اكبر فبالتالي بيديني 1.6، يعني الريشيو دايما اكبر من 1. امتى تتعكس وتبقى اقل من 1؟ لو بدا الالبومين يقل. زي ايه؟ زي لو انا عندي مشكله في الليفر، ان الليفر ديزيز مش قادر يصنع البومين، لا اما بيصنعه كويس بس بيسرب في من الكلى على البول، يعني في الامراض الكلى رينال ديزيز دي، في الحالتين دول بس اللي بيحصل فيها انفيرتد البومين جلوبولين ريشيو. خلاص يبقى ديت المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها بخصوص البلازما بروتين. الاجسام المناعيه يا جماعه او الاميونوجلوبولينز ايه قصتها؟ طيب الاميونوجلوبولينز دي يا جماعه شايفين حرف الواي في الاستراكشر دي؟ طيب الاميونوجلوبولينز او الانتي بوديز اللي كان بيسال عليها ده درس لوحده اهو، قال لك ان هو عباره عن المتركزه في الجاما فراكشن بتاع البلازما جلوبولين. احنا قلنا الجلوبولين دي عباره عن الفا وبيتا وجاما، الجاما برضه عباره عن انتي بوديز او اميونوجلوبولينز، وده عباره عن جلايكوبروتينز يعني بروتين ماسك في سكريات. ولو تفتكروا احنا في سلايد 14 لو تفتكروا ان انا قلت لكم الجلايكوبروتينز الجلايكوبروتينز دي اللي هو بروتين ماسك في السكر، فاكرين الجلايكوبروتينز خدناها في الكربوهيدرات وقلت لكم اكزامبل ليها الاميونوجلوبولينز، فادي الاميونوجلوبولين. سكريتد من فين الاميونوجلوبولينز دي؟ من البي لينفوسايت، بس بعد ما تتحول الى نوع من خلايا اسمه بلازما سيل. امتى يحصل التحويل ده بقى؟ لما يبدا جسمك يتعرض لانتيجين او جسم غريب. طيب لما اجي اوصف الاميونوجلوبولين، معلش السلايد اللي جايه اللي بعد كده مش موجوده الشرح بتاعها عندكم، فهي موجوده هنا اهو ومتحمله على البي دي اف الموجود عندك في الفايل بتاع التيم عندك. طيب ايه تركيب الاميونوجلوبولين؟ الاميونوجلوبولين الرسمه اللي موجوده عندك دي اسمها مونيمر، اسمها مونيمر ماشي. طيب المونيمر ده البيزك يونت اوف اميونوجلوبولين از مونيمر. المونيمر ده عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين في الرسمه كان اربعه بولي بيبتايد تشين ومرتبطين ببعض بانتر تشين داي سلفايد بوند، روابط كده مربطاهم ببعض على شكل حرف الواي، اتنين تجال في الوزن اسمهم هيفي تشين ودول داخلين لجوه، واتنين خفاف في الوزن اسمهم لايت تشين. المفروض اللايت تشين دول القصيرين اللي بره دول اصلا وزنهم من 25000 دالتون، وبيبقوا نوعين فقط ليس اكثر، لا اما لامدا لا اما كابا. لكن الهيفي تشين دول بيبقى وزنهم من 50000 ل 75000، ودول عباره عن 5 تايبس، الجاما والالفا والميو والابسلون والدلتا، وكل واحد فيهم بيبقى موجود في نوع معين من الاميونوجلوبولين. الجاما جلوبولين ده موجود في الاميونوجلوبولين جي، الالفا موجود في الاميونوجلوبولين اي، الميو موجود في الاميونوجلوبولين ام، الابسلون في الاي والدلتا في الدي. اعتقد هتبقى سهله في الحفظ لان كل حرف بنفس لان انا توتال عندي 5 اميونوجلوبولين فقط يا جماعه،
اللي بلخصهم في كلمة ماجد أو جامد، اللي هو جي اي ام اي دي. هتلقى الجاما في الجي والألفا في الاي والميو في الام والإبسلون في الاي والدلتا في الدي. طيب بالنسبة بعد كده في انزيم يا جماعة اسمه البابين. البابين يعني الكلام ده موجود على الرسمة على فكرة، بس أنا بشرح لكم تفصيلا عشان تعرفوا الرسمة دي. البابين ده انزيم بيكسر للأنتي بادي عند حتة اسمها الهنج ريجون. الهنج ريجون ديت هرجع للرسمة تاني دلوقتي. هرجع للرسمة تاني معلش عشان برضو لا ما انا اديني رجع الصوت اعتقد ادي الرسمة اهو. شايفين اللي زي السوستة دي اسمها الهنج ريجون. بيجي انزيم اسمه البابين يروح يكسر لي الانتي بادي او المونيمر ده لثلاث قطع، اتنين شبه بعض اسمهم الفاب فراجمنت، اختصارت فراجمنت انتيجين بايندينج، وسموها كده لان النهايات بتاعه كل فراجمنت من دول هو المكان اللي بيمسك في الانتيجين، اسمه انتيجين بايندينج سايت. فكل مونيمر كامل من ده اللي هو الواي شيبد فيه تو انتيجين بايندينج سايت، واحده على الناحيه دي واحده على الناحيه الثانيه. طيب والفراجمنت اللي مكمله الواي اللي تحت دي اسمها الاف سي فراجمنت او فراجمنت كريستالين. دول هم الثلاث قطع اللي بيتقطعوا بسبب الانزيم اللي اسمه البابين. اثنين ايدنتيكال اسمهم فاب فراجمنت ودول فيهم التو انتيجين بايندينج سايت، واحده تحت دي اسمها الاف سي فراجمنت او فراجمنت كريستالين. الفراجمنت كريستالين ديت هي اللي بتحتوي على الجزء كده من الهيفي تشين، ودي اللي بتحدد النشاط بتاع الانتي بادي مولكيول لانها بيعتمد على وجود ريسبتور لهذه الاف سي بورشن على الخلايا اللي هيشتغل عليها. تمام. طيب نيجي بعد كده للدومينز بقى. لو تلاحظوا الانتي بادي بيتقسم او البولي بتاعت الشيم متقسمه كده لايه، لنص دايره نص دايره نص دايره في الرسمه عندكم، بيسموها الدومين. الدومينز ديت في لايت دومين، في يعني امينو تيرمينال دومين اللي ناحيه الامينو انت، مع اي بولي بتاعت تشين فيها امينو تيرمينال ناحيه الامينو جروب بتاع اول امينو اسيد، وفيها كاربوكسيل تيرمينال اللي هي ناحيه الكربوكسيليك جروب بتاع اخر امينو اسيد. خلاص. فالدومينز اللي ناحيه الامينو جروب ناحيه الان اتش 2 جروب من فوق دول اسمهم دول اللي هو بنسميهم الفاريبل لايت والفاريبل هيفي، بيحتوى على بيعتبروا الامينو اسيد سيكونس بتاعهم فاريبل من وان انتي بادي للاخر. تمام. لكن الاذر دومين دي بتبقى كونستانت مش فاريبل، بنرمزها برمز حرف السي. يعني الدومين اللي ناحيه الامينو تيرمال دي فاريبل فتاخد حرف الفي، لو هي دومين موجود في اللايت تشين يبقى في ال، يعني الفاريبل دومين بتاع اللايت تشين، لو هي موجوده في الهيفي تشين يبقى في اتش اللي هو الفاريبل دومين بتاع الهيفي تشين. اما الاذر دومينز بقى دول كونستانت از ريجارد الامينو اسيد سيكونس، مش بيختلفوا من انتي بادي للاخر، وبسميهم برمزهم حرف السي. لو هو في اللايت تشين، اللايت تشين ما فيهاش غير 1 كونستانت دومين اللي هو كونستانت ال، بينما الهيفي تشين فيها 3 كونستانت دومين، كونستانت اتش 1 كونستانت اتش 2 كونستانت اتش 3. خلاص. الكلام ده كله يا جماعه بعد ما تجروه بصوا على الرسمه في الجود متفصل خالص. نيجي بعد كده الى انواع الاميونوجلوبولينز الخمسه دول، نتكلم عن كل واحد فيهم. اول واحد الاميونوجلوبولين جي، ده اكتر نوع من الاميونوجلوبولينز موجود في الدم عندنا في السيرم، 80% عباره عن اي جي جي، والمولكولار ويت بتاعه صغير حوالي مقارنه بالاي جي ام 160 الف دالتون. الهاف لايف بتاعه بيبقى طويل، بيعيش فتره طويله في الدم غير الاي جي ام حوالي 23 يوم. الكربوهيدرات ريزيديو اللي هو من 2 ل 4%، لان احنا قلنا عباره عن جلايكوبروتين يا جماعه الانتي بادي، يعني في نسبه سكر ونسبه بروتين، فالكربوهيدرات بارت بيمثل حوالي 2 ل 4% من التوتال بروتين، وهنلقى النسبه دي كل مالها وتزيد لما ناخد كل انتي بادي للي بعد.
الاستراكشر بتاع الاي جي جي يا جماعه عباره عن مونومر واحد بس. المونومر فيه كام انتيجن بايندينج سايت؟ فاكرين كان الانتيجن بايندينج سايت موجود فين؟ في الفاريبل دومينز بتاعه المونومر. انا عندي 2 انتيجن بايندينج سايت لو تفتكروا. فهو طالما في مونومر واحد يبقى فيه 2 انتيجن بايندينج سايت. ايه النشاطات بتاعه الاي جي جي؟ ده اكتر واحد بيبقى موجود في السكندري امينو ريسبونس. ايه قصه سكندري وبرايمري امينو ريسبونس؟ جسمك لما يتعرض للاميونوجلوبولين لاول مره فبيبدا يتفاعل، او للجسم الغريب يعني، لما تتعرض لجسم غريب لاول مره يبدا المناعه بتاعتك تتفاعل ضده، يسموها برايمري امينو ريسبونس. لما نفس الجسم الغريب ده يغزو جسمك مره ثانيه بيسموها سكندري امينو ريسبونس. فهو بيقول لك بيبقى هو الانتي بادي المسؤول عن السكندري امينو ريسبونس، يعني لما تقابل عدوك للمره الثانيه بيطلع الاي جي جي. طيب وهو يقدر يعدل البلاسينتا او المشيمه، ويقدر يثبت الكومبلمنت. يعني ايه الكومبلمنت؟ الكومبلمنت ده عامل بيساعد الانتي بادي ان هو يدمر لي الجسم الغريب. في انتي باديز بتقدر تستعين بيه، وفي انتي بادي ما تقدرش تستعين بيه. فالاي جي جي بيقدر يستعين بالكومبلمنت وينشطه علشان يساعده في تدمير الميكروب ده. نيجي بعد كده للاي جي اي او الهيموجلوبين اي. ده موجود في مكانين في جسمك، في الدم بس بنسبه قليله، وموجود في الافرازات بتاعه الجسم، سواء بتاعه الجي اي تي او الريسبيراتوري سيستم او الجينتيورينري سيستم. نسبه السكريات فيه بتزيد شويه عن الاي جي جي، بتبقى من 5 ل 10%. اللي موجود في الدم ده عباره عن مونيمر بس، وبالتالي في 2 انتيجين بايندينج سايت. بينما الموجود في السكريشن اسمه سكريتري اي جي اي، وده في عباره عن دايمر. دايمر يعني 2 مونيمر، واثنين مونيمر يبقى فيه كام انتيجين بايندينج سايت؟ من عندي واحد، الواحد فيه 2 انتيجين بايندينج سايت. طب ده 2 يبقى 2 في 2 ب 4 انتيجين بايندينج سايت، وبيرتبطوا ببعض بجي تشين، حته كده ببطايه صغيره تربطهم ببعض، وبيبقى شايل عليه بطاية تانية اسمها سيكريتوري بيس، بتساعده ان هو ينتقل في البادي سيكريشن، وبتحميه ان هو يحصل له دايجيشن بالبروتيوليتيك انزيم. وده يمكن شكله اهو دايمر وماسك فيه جي تشين وفيه سيكريتوري بيس زيادة. هو موجود في السيكريشن بتاعة الجهاز التنفسي والجهاز التناسلي والبولي والهضمي، وموجود في اللبن وفي السرسوب، لبن السرسوب، وموجود في الدموع، وموجود في العرق، موجود في اللعاب او السلايفا. كله ده بيديني مناعة موضعية او لوكال اميونتي للاماكن ديت اجينست الانفيدنج مايكرو اورجانيزم. بس بقى هو يختلف عن الاي جي جي، لا بيعدل بلاسينتا ولا بيستعين بالكومبلمنت. نيجي للاي جي ام. ده موجود في السيرم، حجمه اكبر من الاي جي جي، حوالي 900,000 دالتون، بس العمر الافتراضي بتاعته مقارنه بالاي جي جي قصير، شورت اي شورت هاف لايف، ونسبه السكر حوالي 10%. والغريبة بقى ان هو في كام مونيمر؟ في 5 مونيمر بيسموها بنتامر، ما بنتا باللاتيني معناها 5، فهو في 5 مونيمر، وبالتالي في كام انتيجين بايندينج سايت؟ من الواحد المونيمر الواحد في 2 انتيجين بايندينج سايت، وده 5 مونيمر، يبقى في كام انتيجين بايندينج سايت؟ 5 في 2 ب 10. وبرده طبعا بيربطوا الخمسة، بيرتبطوا ببعض بحتة بطاية صغيرة اسمها جي تشين، ويبقى عامل زي شكل النجمة كده او الستار بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. طيب ايه البيولوجيكال اكتيفيتيز؟ في انتي بادي افضل واقوى من الباقي ولا كلهم زي بعض؟ لا هو بص، هما كلهم زي بعض، بس كل واحد ليه وظيفه مختلفه عن الثانيه. مفيش حاجه اسمها ده افضل من ده، لان الانتي بادي هو بيحمي الجسم، فدي حمايه كده كويسه. يبقى مشكلة لو جسمك مش قادر يصنع الانتيبادي، لكن طالما صنعه اتس اوكي. بس بيتصنع كل واحد في فترة معينة زي ما احنا هنشوف دلوقتي. الاي جي ام ده يا جماعة موجود، ده الميجور انتيبادي اللي في البرايمري اميون ريسبونس، يعني اللي لو لقيته يقول لي ده الشخص ده عنده ريسنت انفكشن، يعني عنده لسه العدوى دخلاله جديد حديثة، عشان كده طلع في اول مره لما يهاجم هذه العدوى او هذه البكتيريا، بتطلع الاي جي ام اللي بيسموها البرايمري اميون ريسبونس. مش كده وبس، هو زيه زي الاي جي جي، بيستعين بالكومبلمنت بس ما يقدرش يعدي البلاسينتا. لو تلاحظوا ما بين حتى الان وغايه ما نكمل، الوحيد من الخمسه اميونوجلوبين بيعدي البلاسينتا هو الاي جي جي. تمام. طيب بالنسبه للاي جي اي، ده موجود بكميات قليله في الدم، وهو عباره عن مونيمر، عباره عن دايمر. يعني ايه 2 مونيمر؟ يعني دايمر. ففيهم كام انتيجين بايندينج سايت؟ 2 في 2 ب 4.
البيولوجيكال اكتيفيتي مهمه خالص للاي جي اي، هو المتهم في في الحساسيه، تفاعلات الحساسيه من اي حاجه، من جرثه ناموسه، من دواء اللي هو تايب 1 هايبر سنسيتيفتي رياكشن. الكلام ده هتاخدوه تفصيلا في الميكروبيولوجي ان شاء الله او في الاميونولوجي يعني. وهو بيسبب دي جرانيوليشن اوف ماست سيل اند بيزوفيل ويز ريليز اوف هيستامين. هو اللي بيحصل بالظبط انه بيجشر لي نوعين من الخلايا المناعه، نوع اسمه ماست سيل ونوع اسمها بيزوفيل، عشان يطلع ماده منهم اسمها هيستامين. الهيستامين دي لما تطلع هي اللي بتدي لك الاحمرار والحكه بتاعه تفاعلات الحساسيه. هو اذا الاي جي اي ده مهم خالص لتفاعلات الحساسيه، كمان ليه دور في المناعه ضد الطفيليات او البارازيتك انفستيشن. لو واحد الاي جي اي بتاعته قليله تلقى دايما عنده طفيليات كل شويه، دايما عنده ديدان يعني بالبلدي كده، انكلستوما مش عارف والكلام ده. هو لا بيعدي البلاسينتا ولا بيستعين بالكومبلمنت. طيب اخر نوع هو الاي جي دي، والاي جي دي ده موجود برضو كميات صغيره في الدم، وهو عباره عن مونيمر واحد بس. على فكره انا بسال في الام سي كيو ده مونيمر ولا دايمر، او ده فيه كام انتيجين بايندينج سايت، 2 ولا 10 ولا 4، فدي تخلوا بالكم منها. الاستراكشر عباره عن مونيمر و 2 انتيجين بايندينج سايت. البيولوجيكال اكتيفيتي ان هو موجود، مش لاقين له وظيفه صراحه، فقالوا هو موجود على السطح بتاع البي ليمفوسايت علشان يعتبر انتيجين ريسبتور. يعني ايه انتيجين ريسبتور؟ يعني بيدور على الانتيجين اول ما يلقاه يروح يمسك فيه، فيحفز البي ليمفوسايت تتحول لبلازما سيل عشان تبدا تصنع لي الاميون جلوبين الخاص بهذا الانتيجين. دول ثلاث اسئله، لو عايزين تحلوا سؤال واحد بس وتدبسوه في الفوليو، وهنبدا التدريبات بتاع الجزء الثاني بتاع المحاضره، هو اوريدي صغير، وابداوا حلوا الاجابه بتاعت السؤال الاول. في الالزهايمر ديزيز ايه اللي بيحصل في الحاجات ديت؟ طب كملي يا ياسمين بقيه الاوبشنز. برافو يا زينب، برافو يا هاجر، برافو يا لطيفه. هو فعلا الاوبشن دي ده، انا هم الثلاثه دول قلت لكم تعرفوهم عن الزهايمر ديزيز. بصوا يا جماعه، في معلومه بس اللي كتب في الاول انا شفته، بعد كده انتوا بتعملوا حاجه فبيجيني كده نوتيفيكيشن كل شويه فبيغطي لي الميتنج شات بتاعكم. ما اعرفش في حد بيكتب من مكان مختلف مثلا، ما اعرفش، بس انا مش بعرف اشوف اسمعكم يعني. في الاول كنت شايف الناس اللي بتكتب، بس في حركه غريبه المره دي، بيظهر لي كل شويه نوتيفيكيشن فمغطي لي الاجابات بتاعتكم، مش شايفكم انتوا جاوبتوا ايه. لكن انا ملاحظ ان كلكم جاوبتوا الدي، بس عمار جاوب ايه؟ ايه ازاي مركز في باقي الاوبشن؟ طيب يا عمار، رحاب مجاوبه صح، عمار بدا يجاوب صح برضه، ماشي شاطر، عبد الحميد جاوب صح. طيب نشوف السؤال الثاني لو سمحتوا. براين ميديتد ديزيز بتشمل ايه من دول؟ شفتوا ازاي الاسئله بسيطه؟ محمد نادر برافو عليك، وايمان ايمن. ماشي، هو انا كاتبها 1 2 3 4 المفروض اي بي سي دي، فهو اللي كاتب 4 او دي اوكي صحيح. طيب نشوف السؤال الثالث. السؤال الثالث هي السلايد ما جلبتش عندي، بس مش عارف اتجلبت عندكم ولا نعمل كده. ده السؤال الثالث، الانتي بوديز موجوده في ايه من دول؟ ما انا مش شايف والله، بس هحاول اشوف. موجوده في ايه؟ الاميونوجلوبولين، اللي هو الاميونوجلوبولينز عامه. ايه ده؟ انا حولت على السؤال الرابع على طول كده. طيب ما احنا ما حلناش السؤال الثالث، معلش نرجع له تاني. هو بدا يتقل خالص التيم نفسه عشان عددكم. ماشي، احنا ما كان خلصنا، بس التريننج ده مهم خالص. انا منتظر، او جات معلش يا جماعه، رقم 3 دي بتاخد
الانتي بادي موجوده في الجاما جلوبولينز، انتوا اكيد حليتوها صح اللي هو رقم دي. طيب السؤال الرابع بقى، الاميونو جلوبولين يا مسهل، انا لسه ما اتجربتش عندي بس السؤال الرابع الاميونو جلوبولين اللي كروس بلاسينتا، مين فيهم من الاربعه دول مين الوحيد اللي كروس بلاسينتا؟ برافو عليكم، برافو، تمام تمام، الاي جي جي، برافو. طيب السؤال الاخير، السؤال الاخير السؤال الاخير ثانيه كده، مش 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 بيقلب عندي خالص، ما اعرفش ليه، هو شكله ظهر عندكم بس انا لسه ظهر اهو. الانتي بادي اللي بيبقى اثناء البرايمري اميون ريسبونس، انهي واحد من الاربعه دول؟ انهي واحد؟ انهي واحد من الاربعه دول؟ برافو، الاي جي ام، برافو عليكم، تمام برافو عليكم. طيب بصوا يا جماعه، هتلقوا اسئله اكتر من كده موجوده في كتاب الام سي كيو عندكم، ده كتاب منفصل على فكره عن الهاند اوتس وعن البراكتيكال، موجود في ورا كل شابتر، في يعني ام سي كيو على كل شابتر حوالي فوق ال 20 ام سي كيو، بجد لو ذكرته وثبتته المعلومه بحل الام سي كيو الامور كده تمام هتبقى بالنسبه لكم. خلاص انا بس هعمل ستوب ريكوردنج، احنا كده يعتبر خلصنا، بس هعمل ستوب ريكوردنج. المشكله بيجي تجيل خالص المايكروسوفت تيم، انا يعني فعلا حتى الاوبشن انا منتظر تظهر لي، يعني المشكله لو قفلتها يا مستر ان شاء الله. ادي ستوب ريكوردنج اهو، الكتاب محلول، الام سي كيو انا حلله لكم عشان ما تدوروش كتير. لو المحاضرة مش موجودة في الكتاب، على فكرة عايز أوصل لكم معلومة، الجزء بتاع النهاردة بالذات في بعض السلايدات مختلفة، أنا هرفعه لكم مرة تانية كبلاي ليست، هلغي لكم بلاي ليست القديم وأحط لكم بلاي ليست جديد عشان الناس اللي مش عارفة تنزل البي دي إف، برغم إن أنا مشيره لكم على الميتنج شات. فهل كلكم كان متاح إنكم تنزلوا البي دي إف بتاع المحاضرتين دول؟ يا ريت تجاوبوني بآه أو لأ. البي دي اف بتاع المحاضرتين دول ظهر لكم على الميتنج شات ونزلتهم عادي عندكم ولا فيهم مشكلة؟ تمام خلاص بتقولوا تمام. طيب السؤال بتاعكم موجود في الكتاب ولا لأ؟ معلش، هي المحاضرتين دول فعلا فيهم تشينج، فيهم اختلاف، فهتلقى فيه الجزء الأكبر موجود في الكتاب حوالي 80% وفي 20% مش موجود في الكتاب. خلاص، فانت عندك البي دي اف ما جاتش من كام، ثلاث اربع سلايدات يعني، اقراهم حتى من على الموبايل يعني. ماشي. طيب انا عندي سؤال في محاضره امبارح، انت ممكن تسال عادي. طب ممكن تفتح المايك وتسال، احنا كده لسه بيسيف الريكوردنج على فكره، الريكورد لسه ما تسيفش، فانا عشان كده مش هقدر اعمل ليف دلوقتي. طب احنا الكتاب نجيبه من فين؟ من عند الاستاذ اشرف، في عندكم كتاب للهاند اوتس بتاعت المحاضرات، وفي عندكم الام سي كيو بتاع كل الشباتر حوالي زي كويتشن بانك كده محلوله، بحيث انت لما تذاكر من الهاند اوت تبدا تتدرب نفسك على اسئله الام سي كيو اللي في الام سي كيو ده، وفي كتاب العملي وفي البورتفوليو، يعني انت معاك اربع كتب كمجموعه كامله مع بعض مع الاستاذ اشرف كلهم موجودين عنده. خلاص، يمكن في بعض الكتب خلصت بس هتروح له بكره، يعني اللي سال اليومين اللي فاتوا دول فعلا كان كتب خلصت، بس بكره في يعني كتب هتوصل تاني. مين السؤال؟ مش عارف اشوف السؤال بسبب والله النوتيفيكيشن دي، يا رب اعرف الغيها وهو لسه بيسيف الريكورد. يا جماعه ممكن استوب كده يعني التعليقات بالراحه عشان اقرا وارد عليكم، مش عارف برضو للأسف مش عارف أقرأ من أي تعليق بسبب النوتيفيكيشن الكتيرة بتاعتكم دي. يعني كانتش بتظهر قبل كده بس
طب في سؤال، الريكورد ظهر عندكم كامل ولا لسه؟ اصلا حتى الان لسه ما تسيفش. يو ار ازاي يو ار ريكوردنج لسه؟ ما انا كتبت ستوب ريكورد. معقوله؟ طب اعمل ستوب ريكورد تاني. ماشي اوكي ستوب ريكورد. ماشي لسه، علشان لسه ما تسيفش. ستوب. بعد كده ستوب تاني. ماشي المفروض ان هو بيتسيف.